ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج المرهشون، وفي هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على اثنين يقدمنا الماتع من الحديث ومن المديح مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأول مرة أيها المشاهدون الكرام يستضاف في حلقة عبر شاشة فضائية، ولأن لهن أصوات متميزة بها الكثير من الدهشة، سعداء أن ندخل إلى عالم هذه الدهشة مع ضيفاتنا الكريمات في هذه الحلقة، سيدة سعيد وكذلك صفية عثمان. سيدة أرحب بكم، أهلا وسهلا حبابكم عشرة، زي ما قالوا بلاك عشرة ضيوفنا الكرام، جيتون أهلا وسهلا في بيت الأخت صفية عثمان، نحن مشرفين بلغاكم وفرحانين يعني لأول مرة في غناء الفضائية. أهلا بكم، نقول لكم جزاكم الله خير. الله يكرمك، مرحب بك سيدة صفية. أسلم إن شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله يعني فرحتونا شديد في جيتكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقيمكم، يعني جيتونا في سبب مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا سيدي يا حبيبي، يعني جيتكم دي تشرفنا بها شديد شديد، وربنا يكرمكم إن شاء الله وتسمع مننا إن شاء الله يعني مديح نصف الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شكرا جزيلا، مرحب بك سيدة. برضو دايرينك في البداية تكلمينا يعني عن الثنائية بتاعتكم دي، كيف بديتوا واتلاقيتوا كيف أول مرة؟ والله نحن اتلاقينا أصله في الأحياء، بنعمل حلقات لحفظ القرآن، كنا بنتدارس في القرآن وأنا مشيت قبل كده، كان يعني في الشيخ عبد الرحيم الركيني في مربع ستة، كنا بنمشي هناك بنحضر المحاضرات، نصلي الجمعة، يعني شلنا منه بقينا مادحين معاهم كده. جينا في الحلة. كيف لقيت صفية؟ أيوة يلا في الحلة قمنا عملنا مديح، بقينا برانا يعني، جيت أعمل مدايح معايا بعض الأخوات، جينا نعمل في الأحياء. نحن حي نص مصنقعت، صفية حيها الوحدة، بقينا نمشي نمر على الأحياء نعمل مثلا في حي صنقعت، في القبة، في الوحدة. جينا بالصفية دي مرة هاد عرفنا بها، قلنا لو أن احنا أخوات ناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دارين نعمل حلقة عندك، يطلع ذاته مداحة، يعني اديناها مديحنا سمعته وهي كمان بقت تسمع مديحنا، انضمينا سوا، بقينا نطلع المناسبات سوا، الحلقات سوا، وبدينا بالقليل يعني. طيب صفية دي كانت البداية؟ كانت البداية يعني. بس جونهن عندي كدي قاعدة، ولما جوني ما عارف اني بمدح، هلا من جو طوالهم مدحن طوال اديتهم مدحات، يعني انا يعني سبحان الله بمدح من عمري 19 سنة في كرباس غريب بربر ما شاء الله. أها ما يا هو بعد يعني الزواج واللفة في البلاد وكدي تاني خليت المديح، بعد يعني سيد البيت توفى وكدي الحمد لله، يا منظمة السلسبيل للأتام حفظنا القرآن ودونا الملازمين جابة القرآن، يعني طلعنا بشهاداتنا، قالوا نحن بس نقرأ القرآن، ما في زي بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له أنا بمدحه، بس من ذلك أنا ما سكتت في المدينة نمدح فيها. طول الفترة مدينة. طولت؟ والله الفترة بتكون كم سنة؟ ثلاث سنين أربع سنين؟ لا 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 2005 تقريبا، أنا بديت 2005 تقريبا كده. أيوة. برضو أنت يا 96 يعني برضو أنت؟ أيوة زي 2005 وقفتي من المديح؟ لا بديت بديتي بديت المديح دي البداية. هاي دي البداية من 2005 بديت يعني. اها واستمرت طوالي استمرينا طوالي في ثنائيه. كنت ثنائيه كده ثنائيه، بعدين عندنا ثالثتنا يعني هسه ما حضرت معانا اسمها انشراح. احنا بنحييها انشراح. طيب برضو يا سيده يعني كانت صعبه البدايات؟
والله كان صعبة لأنه لما نبدأ المديح بنكتبه كان في ورقة، ولما نحاول إنه أنا بالذات يعني أحاول أمدح لو ما شفت الورقة بيتلخبط، بيجيب الأول في الثاني والثاني في الثالث كده بلخبط المدحة. كان في كراس، لكن سبحان الله يعني كراس ده ما استمر معي طويل، كلها شهرين ثلاثة شهور حفظت المديح. وبدأت تمدحوا يعني مدايح هي معروفة؟ مدايح معروفة هاي. زي شنو مثلا بديتوا بشنو؟ بقى البرعي عندنا، الشيخ الطيب عندنا، كذا باش عندنا، كده يعني مدايح متفرقة يعني. طيب ما اديني مقطع صغير كده من معروف مدحة معروفة كده بديتوا بها. مثلا يعني عندك الشيخ البرعي والله ساكن مدينة الخير أنا ناويلي قماك غير تأخير أنا ناويلي ساكن مدينة الخير أنا ناويلي قماك غير تأخير أنا ناويلي ويا من سميع بصير أنا ناويلي سامحنا في التقصير أنا ناويلي أصبح زمننا قصير أنا ناويلي وبقى شمس نعصير أنا ناويلي ساكن مدينة الخير ناويلي وما قدر تأخير أنا ناويلي. طيب دي كانت هي البدايات. بعد ذاك دخلتوا لمجالكم الخاص مش كده؟ برضو تكتبوا براكم وتقولوا مديحكم براكم انتم. يعني بعد فترة كده يعني أنا ابتديت يعني بكتب بعد فترة يعني طويلة كده 4-5 سنة كان بديت أكتب قصايد براكم انتو هاي. برضو يا صفية انتي ايوة ذاتي بديت بمدحة الشوم. طيب انتو قصايدكم دي برضو بتقولها سوا بتكتبوها حافظينها كلنا سوا طيب رأيكم شنو نقدم واحدة من القصايد أو من المدايح دي للمشاهد الكريم؟ إن شاء الله. فضل. إن شاء الله أنا عملتها قصيدة بقول فيها الليلة واجد ليا حنسمي عليكم. طيب إن شاء الله. فضل فضل طوالي. الليلة واجد ليا رسولنا الكريم في الغيام يشفع عليا حبيبنا الأمين. Yeah.
صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا صوفيا، شكرا جزيلا سيدة. إذن أيها المشاهدون الكرام، نحن نتواصل من خلال هذه الحلقة المدهشون مع الشخصيات المدهشة من خلال ما يملكون من إبداع وكذلك من صوت. نحن متواصلين. كم مدينة الخير أنا ناوي ليه وماك غير تأخير أنا ناوي ليه كم مدينة الخير أنا ناوي ليه وماك غير تأخير أنا ناوي ليه ويا ما سميع وبصير أنا ناوي ليه سامحنا في التقصير أنا ناوي ليه أصبح زمننا قصير أنا ناوي ليه وبقى الشمس نعصير أنا ناوي ليسا كم مدينة الخير ناوي ليا قماك غير تأخير أنا ناوي لي. عندها قصة صفية برضه، عندها قصة مع المدحة ولكن قبل ما أسمع لها قصتها برضه سيدة عندها قصة مع مديح، مش كده؟ أيوة. أحكي لينا دي قصة الخضرة اليلوح براقة من زمان عليك مشتاقة. أنا قلت القصيدة دي طبعا شوقي شديد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وعندنا قبالة كان في متحة بنقول بالسبع المساني يا رب العودة تاني حج عمره مجاني. يعني الناس بقوا يستغربوا في حج عمره مجاني دي. طبعا أنا سويت كده وقلت يا ربي تديني لا يا حج يا عمره مجاني عشان أجي أقول لهم أنا قبل قلت القصيدة وربنا هولي. يا سلام. إن شاء الله بعد طوالي بزي سنة أو سنتين كده قمت طوالي عملت قصيدتي بتاعت الخضر اللي يلوح براقة. أها قامت عندنا أخت سبحان الله اسمها فوزية طه من هنا نرسل لها تحياتنا. نحييها نحن فوزية. نحييها من هنا. وقامت طوالي ضربت لي تلفون بالليل كان قالت لي يا سيدة جوازي جاهز. قال والله فوزية ما مجهز أي حاجة. أي والله بكرة إن شاء الله تقومي نحن متبرع لك بالجواز متبرع لك بالعمرة مجانية هدية مننا. وزي ما وصفت في القصيدة أنا ما شفت الحرم حرمين ما شفتهم زي ما قلت في القصيدة أنا مشيت لقيتهم. يا سلام. وربنا يعني تم علي مشيت عمرت ربيع الثاني نهاية ربيع الثاني وبداية جماد الأول. نا أخذنا 10 يوم في المدينة المنورة ما شاء الله. خلاص ادينا مقاطعي كده من الخضر اليلوح براقة أنا من زمان عليك مشتاقة خضر اليلوح براقة أنا من زمان عليك مشتاقة خضر اليلوح براقة أنا من زمان وعقد النية خضر اليلوح براقة ويا رب العباد تمليا خضر اليلوح براقة ولي زيارته اجد ليا ازور ودامنا والسعدية خضر اليلوح براقة انا من زمان عليك مشتاقة خضر اليلوح براقة. يا سلام. كتر خيرك كثير سيدة. برضه صفية لها قصة مش كده مع مدحة. بمدح فيها كان قعدت كان مرقت كان بس بمدح في المدحة دي. فقام ودع عمي في الحكومة اسمه عبد الرحمن أحمد العشاري قام ضرب لي قال لي أنا دايرة وديكي الحج جاهزة؟ قلت لي يا سلام جاهزة كيف أنا جاهزة؟ طوالي ربنا سبحانه وتعالى اسمه عبد الرحمن أحمد العشاري طوالي جواز ده سوى لي وجاب لي اي حاجه وسافرت طوالي بسبب المدحه
سبب المدحة اللي هي شنو المدحة؟ سبحان الله اللي هي شنو؟ طال الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء وشباك الحديد الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء شباك الحديد طال الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء وشباك الحديد طال الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء شباك الحديد يا ربي لي تريد قريبنا بالوعيد وبليل خضراء وشباك حديد قد يوم صباح العيد في شيء شديد وبليل خضراء شباك الحديد طال الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء شباك الحديد رب العالمين عاد الرضا راي في عيد قريب عجل بالفراي وبليل خضراء هاك الحديد الرسول احمد صادق الوعد خر ساجدا لليله عراي وبليل خضراء شباك الحديد طال الشوق شديد للبلد وبليل خضراء هاك الحديد رب العالمين ليتم المنى انا والحاضرين والقاعدين كلنا يا سلام ان شاء الله هذا الحديد لزيارة الرسول لجلسة منى والحجاج مشوا عاد كل شوقنا دوب الليل خضراء شباك الحديد رب العالمين واسع الفضول ذي الفضل الكثير رحمنا بالصبر دوب الليل خضراء هاك الحديد ليل ما تحر رسول من قبل عشان فيك اللي ضمت القبور دوب الليل خضراء شباك الحديد عيد بدري مع الصباح المنادي صاح دوب الليل خضراء شباك الحديد كدي سرا بالصراح قال لي قوم يراح دوب الليل خضراء شباك الحديد بابور نقام خبت لا خزنات لفا وبليل خضراء أوصلنا برسودان بفرحة بنشاط قمنا بالهوى الساعة ما بقات وبليل خضراء شباك الحديد بابرنا قام عدا شرقوا في جدة وبليل خضراء شباك الحديد هاريك بنديم عجل حرمنا ليل حجة المطوي في دي بدة وبليل خضراء شباك حديد طال الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء شباك الحديد اسمي بيت عثمان عاتق المرقوب في اللوحة المحفوظ ظاهري ناس مكتوب وبليل خضراء شباك الحديد في اللوحة المحفوظ ظاهري ناس مكتوب في عالي الجنان فتح لي أبوب وبليل خضراء شباك حديد طال الشوق شديد للبلد البعيد وبليل خضراء تاني ان شاء الله يا سلام ان شاء الله اذا ايها المشاهدون الكرام يعني مدهشات حقيقه والمدح دي كانت سبب في انها تحج بيت الله الحرام هي دائما الفتوحات لما تحصل للانسان ودائما البركات لما تجي للزول طيب برضو يا صفية قلت بتكتبي براكي برضو دارين نسمع بطار يعني نموذج كده صغير نقدمه للمشاهد الكريم طال الشوق شديد للبلد البعيد دوب الليل خضراء شباك الحديد طال الشوق شديد للبلد البعيد دوب الليل خضراء شباك أكن حديد يا ربي لي تريد قريبنا بالوعيد دوب الليل خضراء شباك كان حديد كدي يوم صباح العيد في شيء شديد كان حديد طال الشوق شديد للبلد كان حديد رب العالمين عالي غير دراج في حين قريب عجل بالفراج كان حديد الرسول للإله عراج
كان حديدة كان الشيب اللي ده نزور كل عيد خدرها عن شباك الحديد قال الشوق شديد حديد رب العالمين ناس على الفضول الرسول بريد وانا ناوي عليه انا بريد البريد وانا ناوي عليه الرسول بريد وانا ناوي عليه انا بريد البريد وانا ماشي للحبيب بريد وانا ناوي عليه انا بريد البريد وانا ماشي للرسول بريد وانا ناوي عليه انا أنا بريد البريد وأنا
الرسول بريد وعنا انا بريد البريد وعنا ناوي عليه ناوي عليه ناوي عليه ناوي عليه ناوي عليه وفي الفردوس معنا يا الرسول بريد وعنا دي كانت حلقتنا المدهشون. سعدنا كثير بقصص الإدهاش وكذلك بما قدموه لنا الثنائية من خلال إبداع صفية وكذلك إبداع سيدة. سعدنا كثير كثيرا وآملين إن شاء الله أنه نلتقي بهم مرات ثانية وعديدة. شكرا جزيلا لكم، كتر خيركم، بارك الله فيكم، ان شاء الله مزيد من الابداع. وتحيه لك ايها المشاهد الكريم، وتحيه كذلك لاداره حديقه الكلاكله الكبرى على رحابه الصدر الميمون. اذن حتى جديد الملتقى ايها المشاهدون الكرام، تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.